السلام عليكم الإخوان الأخوات. سعيد عبد العزيز هو قيادي في حركة فتح، تكلم عن واحد سوء النية اللي كاين عند الجزائر نحو المغرب، وهذه سوء النية هذه بغات الجزائر أنها تزرعها بين الفلسطينيين وتتاجر بالقضية دون معرفة أي شيء حول الموضوع. فصراحة هذا السي عبد العزيز يعني أطلق واحد الصرخة ونداء للفلسطينيين، تحذرهم من كون الجزائر كتستقطب العديد من الفلسطينيين وتتهججهم وتتأجج بزاف ديال الحوايج عندهم من أجل سب وانتقاد المغرب، وتدفع بهم أو تدفع ليهم فلوس من أجل يعني هاد الفلسطينيين يوليو يسبوا المغرب. صراحة هاد الناس هادو راه مغرر بهم وتجعلهم الجزائر أنهم يذكروا المغرب بسوء. صراحة حذرهم وبانه تيقولوا ما ودي راه هناك واحد المحاوله لجر الفلسطينيين نحو الهويه وخساره واحد الشعب اللي هو شعب المغرب ودوله المغرب الشقيق اللي قدم الفلسطينيين الكثير. بطبيعه الحال الكثير، راه الدوله اكثر دوله قدمت للفلسطينيين سواء ماديا ومعنويا راه هي المغرب، وصرح بان راه هذا الشيء كامل لا يخدم القضيه الفلسطينيه، وخاص يعني اي واحد بغى يخدم القضيه الفلسطينيه خاصو ينأى بها عن اي صراع بينه وبين شي واحد اخر. لان دابا الجزائر بمجرد ما كتهضر معها تقول لك نحن مع فلسطين ظالمه او مظلومه، وشفتي ما تتحاول تدخل هي فلسطين في اي حاجه من اجل تهضر على شي حاجه تدخل فلسطين، بغات تهضر على جافيل كتهضر تدخل فلسطين. نصنتوا لهذا القيادي هذا بطبيعه الحال، اللي بطبيعه الحال تو انتقد هاد الجبهه اللي تا هي ركبات على القضيه وركبات على وهزات الرايه ديال فلسطين وشوهتها، زادت فيها رموز اخرى، ومن اجل هذا دليل على انهم يريدون ان يركبوا على القضيه باسم باش يجروا العرب، باش يجروا استعطاف العرب معاهم وسرقوا الصوره او العالم الفلسطيني وشوهوه. فهذه ان شاء الله غادي تكون ضدهم هذه القضيه، هذه القضيه وما داروها باش زعما يستقطبوا العرب، وان شاء الله العرب كاملين والمسلمين غادي يعني يدوروا ضدهم، لانهم هذا بطبيعه الحال محاوله السرقه ديال واحد العالم ديال دوله اخرى. نتسنطوا لهذا القيادي ونرجعوا نكملوا الموضوع. رساله الى الجزائر الشقيق، وفي عندي حاطط صوره الى جلاله الملك محمد الخامس سنة 1960 في زيارة إلى القدس الشريف. ليش حطيت هذه الصورة يا أخوتي؟ مشان أوصلكم رسالة واحدة من فلسطيني بحب الجزائر وبحترم الجزائر ولا يمكن يسمح لحد يزاود على الجزائر. السبب أني حطيت هذه الصورة يا أخوتنا في الجزائر لأنها سنة 1960 كان سنتين قبل استقلالكم من فرنسا. 1960 لما زارنا جلالة الملك المغفور له محمد الخامس 13 سنة قبل تأسيس تنظيم البوليساريو الإرهابي. اليوم يا أخوتنا في الجزائر بطلع علينا مرتزقة، بطلع علينا ذباب إلكتروني، بطلع علينا ناس بيسموا حالهم فلسطينيين وبشتموا في مملكة المغرب الشريفة وفي ملك المغرب حفظه الله. فهنا باقي واحد الاوديو باقي طويل، غادي يبدا هاد الفلسطيني غادي يعطي لهذوك كاملين دوك الفلسطينيين اللي غادي ينوضوا يبداو يعايروا في المغرب سواء متجره بطبيعه الحال بالقضيه سواء يعني تغريرا من طرف الجزائريين، يعني عطاهم داكشي اللي تيستحقوا، داكشي اللي تيستحقوا عطاهم الحراقيه، يعني رد لهم الصرف من المزيان باسم فلسطين وباسم العلاقه الفلسطينيه المغربيه. اللي بدي اقول لكم اياه يا اخوه ومن غير ما حدا يزعل، علاقتنا في المغرب مش من الستينات ولا قبل عقود، بل علاقتنا في المغرب الشقيق هي علاقه قرون، علاقه قرون ربطت ومزجت الدم الفلسطيني مع الدم المغربي، ربطتنا بالرجال اللي اجوا مع صلاح الدين والبيوت اللي اجوا، كل مداخل القدس في شيء، في مدخل من مداخل القدس يسمى باب المغاربة، لدرجة أن هناك بعض الفلسطينيين دروك ولاو تيضحكوا عليهم ولا تشادين فيهم ولا تيقولوا لهم بأنكم وليتوا فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين، ولاو تيقولوا الشهداء فلسطين كذا، تيكونوا يشادين مثلا بحال حنا مثلا عندنا في المغرب
يعني تنذكروا فلسطين في حالة ما كانت واحد التظاهرة حول فلسطين أو لا شي حاجة، مثلا شي تظاهرة اللي مثلا تقدر تكون يعني عندها علاقة بالثورة الفلسطينية أو بالأمة العربية الإسلامية، ممكن تهضر مثلا جبت فلسطين، ولكن إلا كنت تهضر مثلا على سبتة ومنينية ما جبتوش فلسطين، إلا كنا تهضروا على مثلا استقلال المغرب ما جبتوش فلسطين، ما إلا كنا تهضروا مثلا على المسيرة الخضراء ما جبتوش فلسطين. بالنسبة للجزائري لا تيجبدوها فيها فوقتاش ما في أي وقت ممكن تلقاهم ما تيجبدوا فلسطين. علاش؟ لأنهم دايرينها بحال داك الجسر اللي تيمروا فوق منه من اجل الوصول الى واحد الهدف اللي هما في المخيله ديالهم تيبان لهم بان فلسطين راها وسيله يعني سهله من اجل بلوغ قلوب العرب وامتطاء القضيه من اجل الوصول الى هدف معين. نسمعوا البعض يعني الكوميديين الفلسطينيين اش يقولوا. حاسسك الجزائر بحب البلد اكثر منك يعني. جزائر بلد مليون شهيد في الماتش في الفوتبول اثنين من الثورة كوميديان مع فلسطين ظالمة أو مظلومة زبالة خرا بس صبح ثورة. كان اعتذر على الكلمة، ولكن راه هاد الناس هادو راه ما شاء الله وصافي، راه هاد الناس هادو راه يعني عاق بهم العالم، عاقوا بهم زعما الامم المتحده عقد بهم، ودابا راه دابا الناس كاينين شي كائنات باقي ما تكتشفوش كاينين في الفضاء راه بداو تيعيقوا حتى هما بالكائن الجزائري. لان علاش؟ لان الكائن الجزائري جبدهم، جبد هاد الكائنات الفضائيه. ولو تيقولوا قال واحد الجزائري قال لهم هناك معادن لا توجد الا في الجزائر وفي المريخ، يعني جبتي عليك اهل المريخ. شويه غادي يقول لهم ودي هناك اشياء لا توجد الا في الجزائر وفي القمر، وغادي هكاك يبداو يجبدوا عليهم الكائنات الفضائيه ويبداو يجبدوا عليهم العالم ويستعدوا العالم كامل كيف ما بغى يكون النوع ديالو، تيحاولوا يستعدوه هاد الناس ما شاء الله وصافي. المهم العقليه ديالهم راه عشان نقول لكم الله روم صافي، يعني اشرف عقل لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. والصراحه هادو في اللؤلؤ كان كانوا مثلا بعقلهم بحال الصبريون بحال الموريتانيين بطبيعه الحال اللي هما بطبيعه الحال راهم اصلهم مغربي، ولو كان كانوا مثلا بحال توانسه مثلا نقدروا نقولوا بانهم تقدر مثلا يستعديك ولكن بموضوعيه، يقدر مثلا يشد فيك مثلا ويتخاصم معك ولا شي حاجه، ولكن تيتناقش معك بموضوعيه. هادو راه ما عندهمش العقل راه والو والو، انت تهضر مع في الشرق هو تيهضر معك في الغرب، ولا هضرتي معاه ثاني ومشيتي معاه كاع الشرق يقلبها هو غرب، عنده دي زارغيومون ما عندهم لا علاقة لهم بالواقع ولا لا علاقة لهم بالمنطق، ما غير منطقيين ساتيان با دوبو ما تيتشدوش. ما يمكنش لك مثلا تحكم على هاد الناس هادو بانهم راهم متزنين عقليا. هذاك الشيء علاش قال لك اودي راه يوجد اكثر من 60% من سميتو من الجزائريين مرضى نفسانيين، وعندهم تقريبا شي 8 ملايين يعني مختل عقلي، راه لا حول ولا قوه الا بالله. لانه خاصه انه عندهم دابا دوك القرقوبي ودوك الحبوب المهلوسه تنتج محليا عندهم، فخدامين تيعطيو للشعب، خدامين تيخدروا في الشعب خدامين. المهم هذه سياسه ما عرفش فيناش فين غادي تقودهم، لانه كان واحد الوقت كانوا هضروا مع داك بورقيبه ولا شي واحد من دوك الاعلام التونسيين اللي كانوا قبل، وقالوا له اودي راه اودي راه واش تثقف التون سميتو الشعب ديالك، راه الا كان مثقف راه يثور عليك. قال له اودي ان يثور علي شعب مثقف احسن من ان يثور علي شعب جاهل. فهما هاد الناس هادو الجزائريين تيجهلوا في الشعب ديالهم، اللي من بعد فاش يطور عليهم غادي يشوفوا الثوره ديال الشعب الجاهل كيفاش تتكون. راه ما كاين غير عطي لمو اش خلا واحد الاغنيه مغربيه. يلا شكرا، السلام عليكم ورحمه الله.